زي ما قلت يوم الخميس اللي فات للأسف كان منتخب مصر مشاركاته 3 مشاركات فقط في تاريخ كأس العالم، عدد قليل جدا جدا، عدد قليل حتى مقارنة بالمنتخبات العربية حتى اللي هتمثل العرب في مونديال 22، اللي تقريبا لو اتكلمنا عن منتخب السعودية تونس والمغرب دي المشاركة الستة، 6 مشاركات في كأس العالم، في حين ان مصر لغاية دلوقتي 3 مشاركات في كأس العالم. ده تاني هيخلينا نبعت بعض الرسائل ان احنا لازم نحط رجلينا ونحط ايدينا على الطريق ونشتغل بشكل احترافي اكتر في منظومة كرة القدم في مصر.